محمد جمال، موقع القاهره 24. اكيد بالتوفيق لك يا كابتن حسام، ان شاء الله في مهمتك الجديده. أهلا. حضرتك اتكلمت على اصرارك على خوض البطوله الوديه حتى قبل ما تبقى منقوله في مصر. كان سؤال لحضرتك، طبعا الناس بتتكلم دلوقتي على ان هي منتخبات، اكيد كرواتيا او تونس او حتى نيوزيلندا، دول بعيد شويه عن مواجهات المنتخب مصر قبل كده، والناس منتظره ان يبقى في حماس اكتر طبعا عند اللاعبين. واكيد حضرتك طبعا الناس كلها عارفه حضرتك ان انت الحماس الكبير جدا وانت لاعب كره، فقلت ايه للعيبه خاصه وهم خارجين من فتره صعبه جدا، فتره امم افريقيا، ابرز الكلام مع اللعيبه عشان المهمه الجديده والبطوله الجديده اللي حضرتك بتتكلم فيها، سواء البطوله دلوقتي او حتى تصفيات كاس العالم على المدى القريب. اتكلمت مع اللعيبه ازاي وازاي تخرجوا من الحاله اللي هم كانوا موجودين فيها. اهلا بيك. هو الحاجه الجميله اللي انا اتفاجئت بيها الرغبه من جوه، من اللاعبين المحترفين في الداخل وفي الخارج، جايين كانهم حياه جديده، روح جديده. لما كابتن ابراهيم تواصل معاهم في الفترات اللي فاتت وهم في انديتهم، اللعيبه مستنيه اليوم ان كان يتجمع فيه المعسكر في الداخل وفي الخارج، اللعيبه اللي جوه واللي بره، عايزين مشتاقين ان هم يقدموا باداء بشكل مختلف تماما. واقول بعد، مش عايز اقول الاخفاق اللي فات، لكن الظروف اللي ما كانش فيه نصيب ان المنتخب يبقى فيه في الحاله الطبيعيه بتاع مستوى منتخب مصر. الغريب فعلا زي ما انت قلت ان انت بعد الظروف اللي حصلت للمنتخب وتجمعوا جهاز جديد واصريت ان هم بيقابلوا، يعني مش بيقابلوا مباراه تدريجيه، يعني هم بيقابلوا، دخلوا زي ما بقول بنخش في حديد في حديد. وده اللي انا قلته للمسؤولين، القوي والكبير لازم يبقى كبير مع الكبار. فده وجهه نظر انا واشتغلت بيها مع في الخارج مع منتخب الاردن، التجربه بتاعتي يعني، واشتغلنا مع منتخبات كمان بنفس المستوى اقوى. يعني حتى كان من ضمن المنتخبات اللي لعبناها، رغم ان احنا في اسيا، لعبنا مع السنغال وزامبيا ونيجيريا، ولعبنا طبعا مع اوروغواي، ولعبنا مع كولومبيا، وفي منتخبات اسيويه زي منتخب قطر ومنتخب الامارات وعمان. فكل الكلام ده احنا كنت عندي استعداد ان انا اشتغل مع الناس دي عشان توصل للمستوى الاعلى. ففعلا مع اول تجمع لينا ومع اول اشتياق ليهم وان هم عايزين يظهروا بشكل كويس، ان هم وافقت على البطوله وهيشتغلوا مع منتخبات قويه ومحترمه. فلازم احنا، اللي عايز اكد عليه، احنا كلنا في هدف، لهدف واحد. احنا انا وانت، وزي ما انا قلت في المؤتمر الصحفي اللي فات، انا سعيد جدا بان انتوا الانتقاد من النقاد في حاجات فنيه انا برحب بيها جدا جدا، ووجهوني، فدي مش عيب يعني. لو حتى لو اتناقشت ده راح جه، ليه ما جاش جه، طب ليه عيب ايه، طب مفيش مشاكل خالص. لكن هنخش في حاجات تانية بقى، وحاجات اللي هي بعيدة عن الحاجات الفنية دي، حاجات هي بتعطل، واحنا مش ناقصين، الكرة المصرية مش ناقصة عطلة.